بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بأمر الله. ان شاء الله وصفة جميلة جدا جدا، و يعني عن تجربة، ومش عايز احلف والله يا جماعة، يعني انا جربتها بصراحة، حاجة جميلة جدا. هنجيب بنزين اللي هو التمانين بتاع العربيات ده، بنزين عادي يعني نص لتر او لتر، يعني 8 و6 جنيه ونص يعني، او 6 وربع يعني، مش غالي يعني. هناخد منه شوية صغيرين يعني، شوية صغيرين خالص زي ما انتوا شايفين. وهنجيب فل، الفل طبعا ده متوفر كتير جدا يعني، بيبقى في الأجهزة الجديدة، بيبقى حماية للأجهزة كده، ملفوف على الأجهزة أو كده، الأجهزة الكهربائية يعني. وزي ما انتوا شايفين البنزين مع الفل ده بيتفاعل وبيسيح زي ما انتوا شايفين اهو. مادة يا جماعة يعني، ولا تقول لي بقى أي لزق في الدنيا يلزق زيه بالظبط بصراحة يعني. بيلزق الرخام، بيلزق الأحذية، شنط، ممكن لو عايز تلزق بيه سيراميك هتلزق بيه سيراميك، شوف بقى لدرجة ايه. طبعا أي حاجة تخطر على بالك يعني عايز تلزقها، تلزقها بالمادة دي. عايز تلزق فرش عربيات، أي حاجة بصراحة بيلزقها، خشب، أي حاجة يعني. أنا بصراحة بلزق بيه أي حاجة يعني، أي حاجة عندي مكسورة أو مقطوعة أو كده بتلزق بأمر الله. بس يا جماعة يعني احنا يعني على قد ما نقدر يعني نحافظ على الأطفال. طبعا البنزين ده هنجيب شوية بنزين مثلا نص لتر، ناخد برضو الشوية اللي احنا عايزينهم، ونعينه أفضل مكان مثلا، ممكن نعينه في الحمام مثلا، في أي رف كده برضو بعيد عن الأطفال عشان ما تبقاش خطر عليهم يعني. وطبعا شوفوا زي ما انتم شايفين المادة بقت عاملة ازاي، بتقعد بالظبط يا جماعة 7 ساعات، 7 ساعات، ويبقى ماسك زي الحديد يعني. هنلزق الحاجة سواء شنط أو خشب أو رخام، يقعد 7 ساعات ويلزق زي الحديد. زي ما انتم شايفين أنا لازق الرخامة دي، كانت مكسورة، متكسورة حتت يعني، متفتفتة حتت صغيرة، ولزقتها امبارح طبعا يعني، بقالها زي دلوقتي 8 ساعات. فشوف زي ما انتم شايفين زي الحديد بالظبط، بيرجع زي مكان بالظبط. طبعا انا سبت الحتة ديت عشان اوريكم مثلا عملي نلزق المادة ديت بالرخام يعني. زي ما انتم شايفين هنجيب، طبعا انا ظبطت الحتيات على قديات، زي ما انتم شايفين كانت متكسره والله، متفرفته، حتت وقعت واتكسرت زي ما انتم شايفين. هنحط الماده اهوت وهنلزقها بامر الله، ونسيبها بقى مثلا لمده 8 ساعات او 7 ساعات، ما نجيش ميه. بس اهم حاجه ما نجيبش ميه، ميه ولا ميه في الاول يعني، مثلا ولا ميه في الاول ولا ميه مثلا بعد ما نلزق الماده ديت بالرخام. اي حاجه بتتلزق يا جماعه. ولو عجبك هذا الفيديو اشترك في القناه واعمل لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.